انا بيتهيألي احنا لو رجعنا للتجارة تاني هنقعد الوغش دول في بيوتهم. لا صلى على النبي في قلبك، تجارة اللي نرجع لها، احنا قفلنا كلام في الموضوع خلاص. يا يحيى انا شايف ان احنا محتاجين عملية او اتنين نقوم بيهم الدنيا. احنا اتفقنا قبل العملية ومش هنرجع في كلامنا خلاص. ماشي يا يحيى، بس زي ما تقول كده احنا فرحانين باللي احنا عملناه. يا عز مش فرحان ولا ايه؟ ممكن اعرف يا يحيى انت غيرت اتفقت معايا ليه؟ ايه اللي دخل ماجي الخربوط لي في اللعبه دي؟ في ايه يا ابني مالك؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف. اعمل لي كمان متفاجئ لما اقول لك انها اتقبض عليها. ايه يا عز؟ ايه؟ صعبان عليك قوي؟ والله واضح ان انتوا اللي صعبان عليكم تشوفوني فرحان. انتوا ايه ما خدرش على بالكم ان انا هتجوز بنتها؟ انا بصراحه ما كنتش ناوي اطاف في الموضوع، بس هي اللي تمعت ولعبت لصالح نوح، يبقى تستحمل اللي جرى له. طب اخوك ملوش خطر عندك يا يحيى؟ الشغل عندي ما فيهوش خواطر. صح. طب بقول لكم ايه بقى، الموضوع ده لما اتحلش انتوا ولا اخواتي ولا عاوز اعرفكم. ودي هنحلها لك ازاي يعني؟ ايه ما قال لك انها لعبه بدله؟ اهدى بقى. لعبه بدله؟ ها بقول لك ايه، العقده دي عندكم تحلوها زي ما تحلوها، عاوزين تشيلوها لحد شايلوها له، المهم الست دي تطلع سليمه. يلا عليا وعلى اعدائي. وعامه الموضوع سهل، اخواتك مش بعيد عننا. هعلي صوتي وفتحتنا تبقى بجلاجل. وانا اعتبر ان اللي انت قلته ده مش تهديد، عشان لو اعتبرته تهديد هتزعل. هزعل؟ ما كانش ليها لزوم النمر اللي احنا عملناها دي. بقول لك ايه؟ كل حاجة وليها حدود. وأنا اللي شايل مسؤولية العيلة دي. وأنا برضو أقول إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. ومن هنا ورايح الكلام رايح بس. مش رايح جاي. ماشي يا يحيى. حضري حالك يا عيش عشان هننزل على مصر. اتفضل انت يا فارس. اتفضل اقعد ولا اتفضل امشي؟ لساكي قلبك محروق على ود الحرام دي؟ ناوية تحبسي نفسك تاني لاخر العمر؟ توكل على الله انت يا فارس، ملكش صالح بي. لا يا عيش، ما أنا مش هسيبك تنهش في روحك لحد ما تموتي. افهم يا بنت الحلال، ده لا من توبنا ولا من أصلنا. بس حبني. ما هي دي الكذبة اللي رابط بيها راسك. لا يا فارس، أنا شفتها في عينيه، شفت حنيته، شفت قلبه الغامق اللي بيجي أبيض على يدي. بس كل حاجة تهدت. بس ده كان حقي. كل الناس بتاخد حقوقها إلا أنا يا فارس، دايماً بتتاخد مني قصاد عيني على يدكم مش على يد حد غريب. بس أنا مش بلوم عليكم، أنا بلوم على نفسي، على حظي الخايب ونصيبي اللي ما بيفوتش إلا في العتمة. المهم الواحد يلحق اللي فاته، مش مهم نفهم متأخر، المهم لما نفهم نعرف هنعمل ايه. كده يا عز تيجي منك انت وانا اللي مأمنك عليا وعلى بنتي. انا والله ما ليا ذنب في اللي حصل، انا بجد اللي اتخانقت مع يحيى، بس هو عارف ان نوح بيخطط لحاجه وان انت متآمره معاه، عشان كده عمل اللي عمله. يعني انت كنت عارف يا عز ان مامي في خطر وكنت ساكت؟ يا يارا انا مش مضطر ابرر، انا ماليش دعوه بالموضوع خالص، يحيى ما بيأمنش لحد. بس ان شاء الله هنطلع من الموضوع ده، هنلاقي حل احسن لك. يكون كويس ان احنا نخرج من الموضوع، والا والله العظيم انا هحكي كل اللي اعرفه من اول يحيى لحد دلوقتي. وانا ذنبي ايه؟ على فكره هي مش غلطتي. لا غلطتك ولا غلطتي، القضيه دي براءتها مؤبد. خلاص
احنا نقف بقى قدام النيابه وكل واحد يقول اللي عنده. هيا يا متر. للاسف يا مدام ماجي هتباتي النهارده في القسم، بكره الصبح ان شاء الله تتعرضي على النيابه. اطمئني انا مش ساكت. ما تخافيش. ايه الاكل الحلو ده؟ تسلم ايدك يا ست الحلوين كلهم. انت لسه دقته؟ كفايه ان انت اللي عاملاه بايدك، اكيد هيبقى حلو. على فكره كريم هيزعل قوي ان احنا اكلنا من غيره، ده بيحب الخضار السوتي قوي. ولا يزعل ولا حاجه، ده واد ندل. ليه؟ جيت احضنه وابوسه راح سابني وجري. قال لي مراتك عندك، انا رايح العب. لا والله. بس تعرفي الواد ده بيفهم وعنده حق. اصل مامته وحشاني قوي. وقال ايه ما بترضاش تخليني اكلها ببقها، قلب تتكسف يا لا. انت كمان وحشني قوي يا طارق. وحشني كلامنا وهزارنا وخروجاتنا وكل حاجه بينا. عارفه انا احساسي بيكي زي اول مره شفتك فيها. كان قلبي هيقف من الفرحه. وانا كمان. ايه كان قلبك هيقف من الفرحه برضو؟ لا انا كمان فاكراك اول مره شفتك فيها خالص لما كنت لسه جايلي بالبدله الميري كده وانت ظابط صغير. لا 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 اعوذ بالله، ده كان شكلي وحش قوي وداني كانت عامله كده اعوذ بالله. يا ده الحمد لله شكلي اتعدل شويه. لا 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 كنت زي القمر زي دلوقتي بالظبط. كانت احلى ايام. اه طبعا كانت ايام حلوه، كان وقتك كله ليا، كنت كل يوم بتخرجني وعلى طول قاعد معايا، مش زي دلوقتي على طول سايبني. خلاص خلاص ما تزعليش، انا مش هسيبك خالص، هفضل جنبك، هفضل احبك داخل في عمري. مش ناكل بقى الاكل الحلو ده ولا ايه؟ ها؟ قلت ازاي حلوة قوي كده؟ ده كتير عليا قوي يا مروان، وبعدين انا مش متعودة منك على كل ده. انا عايزك تتعودي وربنا يقدرني واقدر اعوضك عن كل اللي انا عملته فيك قبل كده. عارف يا مروان، لحظة صدق واحدة معاك بس هتعوضني عن كل اللي فات. ممكن تبصي في الدرج اللي ورا كده؟ ايه ده؟ دي التلاجة اللي كان نفسك فيها. افتحي. مبروك عليك عربيتك الجديدة. تتكلم بجد يا مروان؟ بجد؟ ما كنتش انت تركبي احسن حاجه في العالم. مين اللي يستاهل؟ بس انا مش بعرف اسوق. هعلمك. ممكن اكسرها عادي. بهزر بهزر، هخلي بالي. تصدقين انا هتلاقي بجد ولا ايه؟ خلاص 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 والله. هو بجد محمود ممكن يكون متورط في اللي حصل؟ لا مش ممكن، ده اكيد. وبعدين محمود شغال في تجاره السلاح ويعرف كل تجار السلاح، وكمان كان بيستغل المحل لشغله من ورا عم ذكري. عبد الله على السلامه يا محمود. انت عرفت كل ده ازاي يا يوسف؟ انت ناسي ان انا كنت ظابط ولا ايه؟ المشكلة بقى إن محمود مسح تسجيلات آخر 3 أيام من على كاميرات المراقبة بتاعة المحل. معنى كده إنه بيأمن نفسه أول بأول. إيه ده؟ إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ أنا طالع آخد حاجة ونازل على طول يا ماما. نازل فين؟ تعالى هنا فهمني. يا ماما وطي صوتي، أنت ما تعمليش شوشرة. لا مش هوطي صوتي، إيه في إيه؟ أنا عايز أفهم. يبقى كلامهم صح يا محمود. غدرت بالراجل، غدرت بالراجل يا محمود. اللي فتح لك بيته. الراجل الغلبان. تقريبا كده محمود. امشي يلا، ما تجيش هنا تاني، انت فاهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، روح منك لله يا شيخ.
على فين يا حوت؟ منك ايه؟ مستعجل على ايه؟ وبعدين مزعل الحاجه ليه؟ نزل ايدك يا جدع انت بدل ما تزعلها. ابويا اتحرس بسببك يا محمود. انا ما اعرفش حاجه عن السلاح يا شمس، ما اعرفش عنه حاجه. وهارون برضه ما تعرفش عنه حاجه؟ بلغي البوليس يا شمس. بابا هو انت ليه ما بتجيبليش سيره ماما؟ امك ايه اللي خلاك تجيب سيرتها دلوقتي؟ عادي يعني، انت بس عمرك ما حكيت لي اتقابلتوا ازاي، قصه حبكم، حاجات شبه كده. ايوه يعني ايه اللي خلاكي تفتكريها فجاه كده؟ اصلا انا حلمت بيها. طيب لما توحشك قوي بتفرجي على الصور بتاعتها؟ مش بتكلم على الصور، انا عندي صور ليها كتير، انا بس عايزك تعرفني بيها اكتر، تحكي لي حكايتكم. حكايتنا ايه واحكي ايه؟ وانت عيل صغيره مش وقته الكلام ده خالص على فكره. اسفه، تحب اسيبك ترتاح؟ تعبان، بخلي امير يجي لي بكره عشان انا راجع السجن. حاضر. وبايه؟ حاولي تقعدي مع المحامين بقى عشان انا مش حاضر استنى هنا اكتر من كده. مش كل مره يحاولوا يقتلوني ربنا هيطلعني منها حي، دي تاني مره يحاولوا يقتلوني وانا جوه السجن. حاضر، ما همشي عشان اسيبك ترتاح. يلا مع السلامه. وبكده يا ستي انت معاكي المبالغ اللي تغطي لك كل الدفعات الماليه المطلوبه مني خلال الست شهور الجايين. ايه يا يحيى، انت مش متخيل فرحتني قد ايه بجد. انا كنت خلاص قربت اياس، كنت هفقد الثقه في نفسي خالص. يا بنت الحلال انت ذنبك ايه؟ انت عملت اللي عليكي واكتر. بعدين يا ياسمين انت عارفه انا بعاملك غير كل اخواتي، لازم تثقي فيها شويه وفي نفسك كمان. ابويا ذات نفسه زين العطار كان بياخد رايك وبيثق فيكي. الله يرحمه، هو فعلا كان على طول بيحسسني اني مهمة. انت فعلا مهمة يا ياسمين. وانت كمان مهم قوي يا يحيى. يحيى، انا حاطة امال كبيرة قوي عليك في ادارة العيلة. حاسة ان وجودك انت على الكرسي هو اللي هيرجع